يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع كثيرا عن العقل الباطن، هل لهذا أصل في الشريعة؟ إيش؟ نسمع كثيرا عن العقل الباطن. العقل كله باطن، من يرى العقل؟ ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما تفرق أنت بين المجنون وبين الصاحي؟ أصله عاقل، ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.